أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، دائما الإنسان يبحث عن السعادة، والسعادة دائما تكون حول الإنسان ولكن لا يحس بها، والشقاء يطارد الإنسان ولكن الإنسان ربما يقع فيه ودون أن يحس بالشقاء يعاني دائما وهو في حالة ضيق وفي حالة كرب. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل هم فرجا ومخرجا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. السعادة والشقاء. الشقاء، ما هو الشقاء؟ هو أن يعيش الإنسان في ضنك في حياته الدنيا، لا يرى إلا سواد، ولا يرى الدنيا كما أرادها الله سبحانه وتعالى عندما أوصانا فقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن الإنسان يدور دائما ما بين دائرة الشقاء وما بين دائرة السعادة. الشقاء أسبابه: أول سبب من أسباب الشقاء هو ضعف الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وعدم ارتباط العبد ارتباطا وثيقا بالله سبحانه وتعالى. السبب الثاني: الخوف من المستقبل. دائما الإنسان يحمل الهم، هم الرزق وهذه الأشياء التي تكفل الله بها سبحانه وتعالى. هل سأكون في المستقبل غنيا أم فقيرا؟ هل سيحل بي مرض أم أكون في صحة؟ هل سأرزق بأولاد أم لا؟ هل سيكون عندي من العقارات؟ هل سيكون عندي من الأملاك؟ دائما يفكر في الدنيا وينسى نعم الله عليه، ولا يتمتع بها ولا يعيش اللحظة، كما يقول الناس أو كما يقول العلماء: لا يتمتع بالنعمة ولا يعيش باللحظة التي يتمتع بها بنعم الله سبحانه وتعالى عليه. السبب الثالث: عدم علاج الأزمة بالتو وفي الوقت، ولا يعمل على حلها بل يتركها حتى تتفاقم وتتفاقم وتكبر، فهو إنسان ضعيف العزيمة، لا يواجه الأزمات التي تطرأ عليه في حياته فتحل عليه مصائب وكوارث بسبب أنه لم يبادر بسرعة حل هذه الأزمة. السبب الرابع: سرعة اليأس، وهو داء عظيم إذا ألم بالإنسان فيحطمه تحطيما. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من أن نكون من اليائسين: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السبب الخامس: عدم تذكر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. فالإنسان يتقلب في نعم الله ليلا نهارا، في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس يخرجه يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى عليه. الإنسان الذي لا يتذكر هذه النعم يرى بأنه إنسان يعيش في ضنك ويعيش في حياة كلها ضيق. لذلك العلماء حددوا بعض الحالات التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يجتمع فيها الشقاء مع السعادة أبدا، لا يجتمع معها أبدا. أول شيء: الشقاء، لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة، فبر الوالدة أو بر الأم يجعل الإنسان دائما يعيش في راحة وفي طمأنينة ويرضى بما ارتضاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الثاني: لا يجتمع الشقاء مع الدعاء، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا. فالإنسان الذي يكون قريبا من الله هو الذي دائما يرفع يديه بأكف الضراعة إلى الله، يسأل الله أن ييسر له حاله.
الثالث، لا يجتمع الشقاء مع القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن شفاء لما في الصدور، بل هو شفاء لحياتنا، ونزل لكي يعالج كل ما هو مصاب حل بنا. الرابع، لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى أو الهدي من الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الخامس، لا يجتمع الشقاء مع خشية الله، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. السادس، لا يجتمع الشقاء مع التقوى. يقول الله: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى. جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.